إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي الكرام في كل مكان. نربط بكم اتصال مجددا هنا من فاس، أكيد من الحديقة الأندلسية اللي افتتحت الأبواب ديالها مؤخرا يعني أيام قليلة. فالآن كنشوفوا احتجاج ديال العمال الذين يشتغلون هنا بجانب يعني المقاول، كيقولوا بأنهم ما توصلوش بالمستحقات المالية ديالهم. الشركة اللي خدمات هنا لداخل كتقول لي حدود الساعة مازال ما توصلناش بالمستحقات المالية ديالنا، يعني خدمنا الدراري هما كذلك مازال ما مخلصين لأن الشركة ما مخلصاش. فمجموعة من الأمور أكيد اللي غيكشفوا بها هنا مجموعة من الحراس اللي كيشتغلوا في هذه الحديقة، فهما أقدموا على قرار إغلاق الأبواب ديالها كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام. إذا جميع الأبواب مغلوقة ياك؟ جميع الأبواب مغلوقة كما كتشاهدوا، كيقول لك إلى غاية توصلنا بالمستحقات ديالنا. هذا المشروع أكيد اللي راى النور مؤخرا، استبشرت خير به ساكنة ديال العاصمة العلمية، جينا صورنا الافتتاح ديالو، شفنا حضرنا، شجعنا الناس باش يجيو يزوروا هذه المنطقة اللي حدود الساعة الآن يعني ما كاينش اللي يعني كتشاهدوا معنا. الدراري مثلا ما مخلصينش الحراس، الشركة اللي خدمات كيقولوا احنا درنا جميع اللي طرافو هنا مازال لحدود الساعة ما خديناش المستحقات المالية. فبكل صدق هي فضيحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كيفاش أن مشروع كبير ضخم هكا عاد راى النور هنا بمدينة فاس يعني يتم يعني بهذه الطريقه هذه، وتشوفوا بان يغلق الابواب ديالو الان لان العمال راهم مضربين. كيقول لك حنا صافي حنا عينا صابرين، راه شدينا الابواب كنتظروا المستحقات ديالنا. خويا العزيز تحياتي لك، تبارك الله عليك، بخير في امان الله. مزيان اخويا، هاني كنت مزيان. لا حظك اخويا سيدي. اخويا شكون شديتوا الابواب؟ اخويا الشركه قالت لنا شدوه. واخا سيد هذيك المقاول الاسماء ما نقولوش الاسماء بلا ما نقولوا، لا الشركه اللي هذا ما تقول لي لا اسماء لا والو، صافي الله يكثر خيرك الشركه وصافي. نيت بغيت تقول شي مؤسسه قول شركه باش ما طيحش اخويا العزيز في قانون التشهير، الله يكثر خيرك. واخا انت كتشتغل هنا كحارس ياك؟ اه كحارس. واخا شحال وانت كتشتغل هنا؟ 3 شهور هذه اخويا. 3 شهور وانت؟ اه. ما تخلصتيش 3 شهور مازال ما شفتش منها حتى دريه. علاش؟ لان الشركه ربما مازال الشركه ما دوزولهاش، انت مقاول اخرين ما دوزولهاش الخلاص. نعم نعم. عيتوا صابرين؟ عينا صابرين والو اخويا. واخا شنو القرار دابا اللي خدمتوا عليه ديال القارق؟ هي غلق الابواب. نعم. الى حدود على حدود ايقاع شي حل ولا المهم بعدا يكون شي حل. نعم. شحال بك تقريبا هذه ديال الحراس؟ حراس كاين شي 10 بينا. 10 بك؟ اه. شحال دابا هذه باش حلات الحديقه؟ كل شي شهر. شي شهر تقريبا؟ اه شي شهر تقريبا. نعم. 24 شهر. 24 شهر. واخا خويا العزيز، اذا كتشوفوا ها هما 10 ديال الحراس تقريبا اللي كاينين هنا. كيشتغلوا هنا ليل نهار، داروا مجهودات جباره لحدود الساعه مازال ما مخلصينش. المقاول يشتكي ويقول بانه حتى هو مازال ما مخلصش. خويا تحياتي لك، تبارك الله عليك، بخير الله يحفظك. انت مقاول؟ لا اللي معاه صافي، صحاب لي انت هو المقاول، ها هو جاي المقاول حتى هو. فبين الهم ما يضحك، حنا والله العظيم الا كيعجبنا نروجوا لمدينه فاس. وانا شخصيا جيت وصورت فيديو على الحديقه الاندلسيه وقلت فضاء جميل، ولكن للاسف باش نشوفوا هذه اللامبالاه، لان الخدامه مساكن هاد الناس تبع هادو ما غيتخلصوش. دابا الشركه كتقول بان يعني الشركه الام ما خلصاتهاش، عليها ما خلصاتش هي العمال. فالقرار اللي تاخذوه اه مرحبا خويا العزيز، القرار اللي تاخذوه هو انه يغلقوا الابواب كما كتشاهدوا معنا الابواب ديال الحديقه. كاين الباب الاخرى من اللي ياك؟ كاينه. واخا في انتظار لربما خويا اجي معايا نعطيك شي، عطيني شي كلمه العزيز. السلام عليكم. اجي عمي الحاج، اجي فين؟ شو مسكين دابا هذا السيد هذا، لا حول ولا قوة الا بالله. دابا هذا الشريف هذا شكون اللي اش غادي نقول؟ والله العظيم الا ما لقيت ما نقول. خويا العزيز تحياتي لك، تبارك الله عليك. السلام عليكم. ساهلين نشد لك نشد لك. واخا سيدي انت كتشتغل هنا، فوقاش انت كتشتغل؟ والله الشغل معاهم هذا شي عامين. هذا عامين؟ واه. دابا منين حلات هنا وانت هنا في الحديقة؟ من قبل تحل، كنت انا الباب برا كاع كان هالقز ديال الضايع. واش فوقاش هذه ما تخلصتي؟ شحال هذه ما تخلصتي؟ تخلصنا هذه 3 شهور. هاد الشهر هذا الثالث هو ذا اخر. كيفاش كدير تعيش عمي الحاج؟ ايوا كنطيباني وتيسال الله لكلش. نعم نعم. كنطيباني. نعم. ايوا الباترون قال لك ما دوزولوش الفلوس، مازال ما عطاوش الفلوس، حنا صابرين حنا دابا كلشي سدوا البيبان. نعم. سدوا البيبان كاملين. قال خصهم الفلوس من رمضان هذا العواشر، خصهم ولادهم وتكساو وداك الشيء راك عارف الله يحسن العون. البيبان شديتهم كاملين؟ كاملين مسدودين. شحال كاينين من باب؟ كاينين ثلاثة. ثلاثة ديال الأبواب. واه. كاينة هذه وكاينة الأخرى. والأخرى راها لتحت. راه في الجنب العالي. نعم. وهذيك الباب الاخرى اللي وهذيك وهذا. نعم. واخا شحال بكم ديال الحراس اللي كاينين؟ كاينين شي 10 ولا 10 ديال الحراس. اه فيهم الحراس وفيهم الخدامه بالنهار تيمشيو بحالهم. واخا
شنو النداء اللي تقول لهم؟ بغيت غير انت غير تخلص. المهم عمي الحاج باغي غير رزقك. والله انا رزقنا حنا معاه شي متكل تنتسنى تنخسرنا باش نقضيو الغرام. نعم شناهي الفلوس؟ نعم ما عندنا السكن موجود الله. واخا سيدي شكرا جزيلا. اذا صرخات مدويه ديال هاد الناس اكيد ولات الشعب. فشوف المشاريع خاصها تكون على حقها وطريقها. المشاريع انا قلت انا جيت وروجت الحديقه بكل صدق، ولكن باش نشوفوا لربما الحديقه مرت على شهر على افتتاحها والناس يكونوا كيعانيوا وهما الحراس كاملين غيهضروا وما شاهدوا معنا. الناس راه يعني وصلت بهم للحد، هو غيحاول انه بطبيعه الحال اللي يفتح الباب باش يتحي. خليك هكا خلينا حل بعد الباب. يلا حل الباب، لان الابواب هو الابواب مغلقه ديال الحديقه في انتظار لربما يكون الحال. انتم كتشاهدوا السلام عليكم خويا، تحياتي لك. اذا هو فتح الصديق ديالو، كتشوفوا كيقوموا بغلق الابواب اكيد ديال الحديقه كما كتشاهدوا معنا. فاحنا حنا قناه الشعب، حنا قناه الكل، اكيد غنحاولوا اننا نصوروا مع كل حريه التعبير راه مكفوله للجميع متابعينا ومشاهدينا الكرام. خويا العزيز تحياتي لك خويا، توكل عليك. السلام عليكم، تحياتي. الله يحفظك، الله يجازيك بخير، شكرا بزاف. مرحبا مرحبا حبيبي. خويا ما مخلصينش انتم؟ ما مخلصينش، هذه 3 شهور ما مخلصينش. كعيد لا 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 ما كنذكروش الاسامي، ولكن اخي عينا نتسلفوا، عينا نديبانيو، عينا من هذا الله غالب وصلت للعدم. نعم نعم، يعني كتخرج باش ترزق الله كترجع خاوي ما يمكنش. نعم هذا الشيء ما يبغيش الله سبحانه وتعالى. نعم ونتمناو من الله تقاد الامور. حنا سلميين ماشي فوضويين، وكنطلبوا من ربي يفاجئها وصافي. هذا ما كان. اللي قدمتوا على هذا القرار ديال اغلاق الابواب ديال الحديقه، ولا المقاول اللي قالها لكم، ولا كيفاش هذا الاحتجاج دابا بهذه الطريقه هذه كيفاش قربنا؟ يعني هذه خصوصيه المقاول، ولكن من بعد واحد الاجتماع بيننا وبين المسؤولين. نعم. قال لك بالله الفلوس ما دايزاش. نعم. فاذا انا راني اخوكم، ديروا شنو بالكم نتوما. نعم حنا اللي بالك نديروه. نعم يعني ما يمكنش هذا المقاول ديالنا حنايا ما يعطيوش فلوسه. نعم مين يجيبها؟ نعم يعني الا ما خلصوش المقاول ديالنا راه ما يخلصناش. نعم هذه راه كلعبه الحياه. اذا نتوما كطالبوا؟ كنطالبوا بانهم يقادوا مع هذا المسؤول. نعم ديالنا الامور باش يقاد معنا. نعم حيت انا دابا تقريبا كنشوف عدد كبير ديال العباد. لا راه كاينه هنايا 10، وكاينه عاوتاني واحد الخمسه ديال 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 التراب. اذا 15 واحد تقريبا، شي 15 ما بين الليل والنهار، شي 15 الحساس. دابا الحديقه تفتحات وعباد الله كاين. ولكن انا راه ما كنلومش المسؤول ديالنا. نعم حيت المدير الشركه ديالنا راه كيجي كيهضر معاك كيقول لك انا ما ليا والو. نعم انا غير ما عنديش الفلوس، ما مدوزينليش الفلوس. نعم كنطلبوا من هاد الناس يدوزوا له فلوسه. واش الاشغال تسلمات؟ تم التسليم ديالها مسلمه الاشغال؟ ها هي مسلمه كل شيء ناضي ها انت. نعم يعني راه حنا خدامين غير في الكارانتي، كنعسوا على الكارانتي وكيخدموا الدراري على الكارانتي. نعم انما خاص المعلم ديالنا يدوزوا له فلوسه. نعم نعم والله يهديهم. فينا هو المسؤول على الاشغال؟ اذا غنواصلوا معكم متابعينا، اذا نحاولوا بان ربما هذا الموضوع فبكل صدق هذا الشيء كيطرح مجموعه من علامات الاستفهام. خويا العزيز تحياتي لك، تبارك الله عليك. كي داير بخير؟ سامي مخرج دخل هكا، مرحبا. حنا المسؤولين كنعيطوا عليهم على الفلوس ديالنا، كيقول لك اخويا حنايا الفلوس ما مدوزيناش فلوس. نعم جا لهنا احد المسؤولين من الكبارين قال لك حنا سيدي هذا المسؤول ديالكم هذا الباترون غادي نعصروه على هذه الفلوس. علاش؟ ما عرفناش. حنا الجردات فتحت، دخلوا المسؤولين كبارين، داروا افتتاح، داروا لها كل شيء، جاوا الناس زاروها، جاوا صحافه شافوا ما كاينش المشكل في الجرده. جينا صورنا بان من طبيعه الحال، كنت انت اول واحد دخلتي لهنايا. الناس كلهم جاوا شافوا الجرده. حنا كعمال كسكريتي كيقول لك حنا الجرده راه مزيانه. نعم دايرين مازال لحد الان كاين كسر 3 شهور ومازالين غاديين قايمين بالعمل ديالنا عن جدر وصحه. ما كاينش غادي تجلس اولا شي حاجه شي اضراب. حنا ما كنديروش اضرابات، دايرين اضرابات سلميه. نعم. بالنسبه لينا حنايا وبالنسبه للمقاول. نعم المقاول كنعيطوا عليه كيقول لك انا الفلوس ما عطاونيش فلوس المسؤولين. نعم
هذا هو المشكل اللي عندنا حنايا. ولا كان شي تدخل من السلطات او شي المعنيه كنطلبوا من الله منهم كاملين يتدخلوا في هذا المشكل هذا لا لهنا ولا للمسؤول. نعم وشكرا خويا. واش غتستمروا في هذا الوقفه الاحتجاجيه؟ لا غادي نستمروا خويا نستمروا حنا مضطرين غادي نستمروا لا حنا ولا المقاولين غادي نستمروا في هذه. حنايا ما غادي نخربوهم ما غادي ندمرهم ما غادي ندير حتى شي حاجه. حنا احتجاج واقفين كنطلبوا بالطلب الفلوس ديالنا حنايا ما كنطلبوا شي حاجه. يلا خويا شكرا والسلام عليكم. شكرا خليك معايا خويا العزيز. مرحبا مرحبا. تقريبا شحال قلتي لي بكم هنا؟ كاينين شي 15 لواحد شي 15 شي 15 عامل منه. شخصيا شحال هادي ما مخلصش؟ انا شخصيا دابا هادي راه تقريبا انا عندي واحد شهرين ما مخلصش. كاين اللي هنايا عنده 3 شهور كاين اللي عنده 3 شهور ونص. نعم كاينين هنا صناع تقليديين كاين ديال الزليج كاينين صناع ديال الخشب كاينين الصباغه هذوك كلهم هاد المسؤولين هذوك اللي داروا هنا هاد المقاول صغرى مازال ما مخلصينش هما. نعم علاش حنا الباترون كيقول لك حنا الفلوس ما مدوزينليش فلوس. الجرده واجده الناس كتدخل ما عندناش مشكل كاع في الجرده شي حاجه اللي ناقصها ولا. نعم نعم ايوا نطلبوا من الله تعالى الخير تعالى. واخا شكرا جزيلا. شكرا العفو العفو. الصوت ديالكم واصل اكيد. اذا متابعينا خليكم معايا سمحوا لي. اذا متابعينا كما كتشوفوا الابواب يعني مغلقه. نحاولوا نشوفوا الشريف ديالنا كذلك. اجي الشريف يعني اجي قرب عندي. كتشوفوا الابواب مغلقه ثلاثه ديال الابواب ديال الحديقه الاندلسيه اللي افتتحت الابواب ديالها هذه شهر تقريبا. فالحدود الساعه هاد الناس اللي كيقول لك حنا ما مخلصينش المقاولين الشاكي بان الفلوس ما دايزالوش. كيفاش لان المشروع فتح وخرج لحياه الوجود والناس جاو كيستمتعوا به وعرفاتو ساكنه العاصمه العلميه وروجات له الصحافه وعارفين فاس بان في هاد الحديقه وهاد الناس يكونوا مازال ما مخلصينش هادي شهر باش تفتح. خويا العزيز تحياتي لك. تحياتي اخويا الله يسهل عليك المرضي الله يحفظك. شنو كتشتغل انت هنا في الحديقه؟ اخويا انا معلم هنايا. معلم؟ اه انا اللي درت هاد الشيء هذا هنايا الطريطوار وهاد الحجر وهاد الروينه هنايا. ودابا شهرين وحنا تنعاينوا فلوسنا خويا. نعم انا بعدا شهرين دابا وانا تنعاين فلوسي. نعم المدير تيقول لي ما دازتناش الفلوس. بس الشركه اسمع واحد واش حنا عاد جايين من سبوده وانا باغي نوصل صوتك ماشي لا خويا. حنا المدير ديالنا تيقول لك ما دازتناش الفلوس خصنا فلوسنا نعطيكم فلوسكم. حنا صابرين مع المدير ديالنا الشركه ديالنا اللي عمرها دار تيخلصونا كل شيء هو هذاك كنا نورمال. نعم فالتالي قال لك ما دازتناش الفلوس. نعم بقينا معلقين. حنا ولادنا دابا راه حنا معلقين خصنا شي حل مع هاد الناس هادو شنو غنديروا؟ لا اله الا الله. نعم نعم والله يسهل عليك والله يستركم اسيدي تانتوما والله يخليكم لينا. خصنا نوصلوا صوت المواطن راه انتوما كعمال هنا كنتو كتقوموا بواحد الدور فعال. حنا خلينا يدينا هنا خلينا يدينا المرضي خلينا يدينا هنا ورجلينا هنا والحجر والمسامر والعالم هنايا هنا ما راه العفو لله. نعم راه دوزنا شي عذاب آلم هنايا. نعم ودابا شهر باش طلقنا لهم الجرده باش الناس بداو يدخلوا ويخرجوا وكذا. نعم وحنا نبقاو قاعدين ولادنا بالجوع هذا الشيء راه ماشي معقول وماشي مشكل. وسمح لي اخويا الله يسهل عليك. مرحبا اخويا العزيز الصوت ديالك واصل. اذا كتشوفوا دابا هذا الشريف هذا مسكين ها هو شوف عاوتاني شحال هو كيشتغل وبالتالي يعني كيطيح في هذا الاشكال ديال انه لربما الحدود الساعه مازال ما خداش الاجره ديالو. يناشدوا الجهات المسؤوله راه الشركه اللي خدامين معاها خاصها حتى هي تشد فلوسها باش انها كان ربما غتخلصنا حنا كعمال. هما كيشكروا في الشركه ديالهم كيقولوا حنا الشركه ديالنا المقاول ديما حنا معاه يعني كيخلصنا. دابا تعطلوا عليه بالفلوس عيا ما يصبر عينا ما نصبروا صافي قررنا لاننا بطبيعه الحال هذه الخطوه اللي اقدموا عليها ديال غلق الابواب الى انه لربما يتم يعني ايجاد حل سويات الوضعيه ديال العمال. خويا العزيز تحياتي لك خويا تبارك الله عليك العزيز. السلام عليكم الاخ. شفتي هاد الاخوان من ناحيه الخدمه خدامين معاهم. اللور الله يكثر خير عيش لا جاشي شويه اللور انت هكا صافي. هاد الاخوان خدامين معاهم كما ينبغي. نعم يعني كنقوموا بالواجب ديالنا واجب كعامل في الشركه. كنخدموا اخويا الاوقات ديالنا وكنخرجوا مع الاوقات ديالنا. يعني اي حاجه كيقولوها انا كنقولوا لهم مرحبا. ولكن بالنسبه هاد الشهرين هادي معطلين علينا ما عارفينش واش من الاداره ولا من سميتو المسؤولين الكبار. المهم اخويا كنطلبوا حاجه وحده بان يسووا معنا الوضعيه ديالنا. حتى حنايا عندنا وليداتنا والله يحسن العون بنادم اللي كاري واللي عنده مسؤوليه نتاع ثلاثه الوليدات ولا جوج الوليدات حتى هو راه خصو مصاريف. ماشي غادي يبقى يطلب ما عند الاخوان ما عند الناس ما عند الجيران باش يصرف على وليداته. يعني كعامل يعني خصو يتخلص الاجره ديالو
ويصرف على وليداته كما ينبغي. خاصة وأنكم كتعيشوا نهار بنهار وين؟ أييه. معاشك كتخدم نهار بنهار. أييه داك الشيء اللي كاين أخي. كتاخذها يلاه كتكفيك لربما المصاريف ديال العيش. وكنطلبوا من المسؤولين يشوفوا هذا الموقف الله يرحم والدين ويخليونا مرتاحين في البال ديالنا والمعنويات تكون عالية ماشي تكون معنويات طايحة. نعم نعم. الله يجازيك بخير أخويا. كاين واخا غير باش أنا نكون عاوتاني منطقي في الكلام ديالي، كاين اللي غايقول من حقكم لأنكم تحتجوا ولكن ما تغلقوش الأبواب، كاين اللي غايقول هذه الفكرة باش كتجاوبوا أنتم؟ خويا بالنسبة للأبواب اللي ما درناش هكذاك غادي يبقاو كل مرة كيقولوا لنا غدا بعدو غدا بعدو هاد السيمانه هاد 15 اليوم، ولكن هاد الشيء راه خص مسؤولين كبار. نعم نعم. تفضل اخويا. اجي الشريف اجي الشريف تحياتي. السلام عليكم تحياتي مرحبا بشوف تي في قناه الشعبيات. الله يحفظك. بديتي مباشر. راه لايف ياسر راك لايف من قبيله وانت راه رجعت اليوم باش نشدك. اولا مرحبا بقناه الشعب ديال شوف تي في. هاد الشيء اخويا حنا بغينا يوصل للوالي علاش؟ لان هو هذا الشركه هذه. كتقول لك لا ما نقولوش سميات الشركه كتقول لك الشركه كتقول لك الشركه الكبيره اللي شاده عندها ما عطيهاش الفلوس. نعم. وما عندهاش باش غتخلص لنا. حنا هاد الناس شوف هاد الامه كلها عندنا مسؤوليه. هاد الناس اللي كتشوف هنا نعم. كل واحد عنده المسؤوليه ديالو. هذا رمضان وعواشر وكاين الناس اللي كاريين. ها هو واحد كاري ها ثاني كاري ها ثالث كاري. نعم. ها هذا البارح عيط له باه قال له سيفط لي ما لقى ما يسيفط له. نعم. فهمتي؟ نعم. والله يحسب العون. دابا حنا هاد الشيء بغينا نوصل للسيد الوالي. يوصل السيد الوالي مباشرة. راه السيد الوالي كيجي هنا بكل شيء. يوصل هذا الشيء للسيد الوالي هو دار خدمته باش يفك لنا المشكل. نعم. مع الشركة اللي عاطية الشركة. نعم. فهمتي؟ الله يجازيك بخير. شكرا لقناة شوف تي في. هذا واجب هذا واجب. باش نعاون نذكر مشكور السيد الوالي ديال جهة فاس مكناس أكيد اللي داير واحد المجهودات جبارة من أجل إخراج مجموعة من المشاريع الحيز الوجود. فكنوجه الشكر الجزيل للسيد الوالي اللي كل القطاعات فالمنتخبين اللي كان من المفروض لانهم لربما يقوموا بمشاريع وينهضوا بالمدينه فكتلقى السيد الوالي كيجري كيصوب يعني كيعطي التعليمات ديالو. شفناه في الباركينات اللي داروا فدار لجنه ديال المراقبه والسيد الوالي اكيد هو مع هاد العمال فخاص غير الشركات اللي مسؤوله. انا كنتحدث بصريح العباره تحمل المسؤوليه ديالها الشركة الكبيرة الأم اللي خصها تدوز الشركة هذه تخلصها باش هاد الناس مساكن ما يوقفوش. فغنرجع إن شاء الله أنا خليكم معايا غنوريكم الأبواب خليكم أنا غنشوف الأبواب اللي مشدودة. هي هاد الباب هذه وكاينة باب أخرى غنحاولوا الناس كيجيو كيبغيو يدخلوا للحديقة غنشوف الباب الأخرى ورجع لعندكم. شوف الباب الأخرى ورجع لعندكم. إذا دائما في بث مباشر كما كتشاهدوا كيجيو الناس كيبغيو يدخلوا للحديقة كيلقاو الأبواب مسدودة طبيعة الحال. هما الدراري جاي باغيين يدخلوا كيلقاو العمال غارقين الابواب ديال الحديقه الاندلسيه بين اكبر المشاريع اللي تصوبات هنا على مستوى مدينه فاس. فبطبيعه الحال حنا كنحاولوا نقربوكم هذه الاجواء. شوفوا الباب الاخرى الرئيسيه اللي كاينه هنا طبيعه الحال كما كتشاهدوا معنا متابعينا مشاهدينا الكرام. اذا نوريكم الباب الرئيسي ديال الحديقه ديال الحديقه الاندلسيه. خويا العزيز تحياتي الله يحفظك الله يكبر بك. اذا شادين البيبان ديال الحديقه. ها هي الباب الاخرى كاين ثلاثه ديال الابواب كلهم مشدودين. ها هما كتشوفوا العمال يحتجون بهذه الطريقه هذه. انا ما عرفتش والله العظيم الا زعما صراحه هذا الشيء كيحز في النفس. شاهدوا معنا متابعينا. اذا هذه الباب الرئيسيه من هنا وكاين الباب اللي من لهيه اللي فيها الباركينج كيجيو التلاميذ ما كاين حتى واحد في الحديقة. ها هو القفل يعني شادين الطريقة كيفاش احتجوا طبيعة الحال على صرف المستحقات ديالهم. حنا نقول صوت المواطن. حنا يعني تواصلوا معنا باش لأن ربما نوصلوا لهم الصوت ديالهم راه واجب علينا باش نوصلوا لهم الصوت ديالهم ولا نتحمل مسؤولية غلق الحديقة. حنا نوصل صوت المواطن. إذا غنمشيو الطريقة اللي كيحتجوا بها واش من حقهم ولا ماشي من حقهم الله أعلم. المهم حنا كنوصلوا صوت المواطن. المهم الحديقه راها مغلقه لان العمال بطبيعه الحال مازال ما تخلصوش يحتجوا هما بهذه الطريقه هذه. كيجيو كيبغيو الناس يدخلوا الحديقه كيلقاوها مغلقه. شاهدوا معنا متابعينا الموقع ديال الحديقه باش هكا منين يتحل ان شاء الله المشكل اللي بغى يجي. حنا راه جينا وصورنا وروجنا الحديقه وهما الناس جايين تلاميذ طلبه كيجيو كيبغيو يدخلوا الحديقه كيلقاوها مسدوده. فنحاولوا نواصلوا معكم اكيد التغطيه متابعينا ومشاهدينا الكرام. هذا الباركينغ ديالها هانتوما كيجيو الناس كيبغيو يدخلوا كيلقاو الحديقه مغلقه.
يعني فضيحه بكل ما تحمله الكلمه المعنى. اكيد يعني خاص تحمل المسؤوليه ديال هادشي، راه ما يمكنش يكون هادشي واقع. هو حيد من تما، حيد حيد من تما. اذا الناس هما جاو كيبغيو يدخلوا ما كيلقاوش، يعني الابواب كما كتشوفوا مشدوده. واخويا هما كيجيو كيبغيو يدخلوا الناس. كيرضيك ان بنات المدرسه ولاد المدرسه كيجيو هنا يراجعوا الدروس ديالهم وهي مسدوده لهم؟ يعني فين يراجعوا هاد الناس هادو؟ فهمتي؟ وهاد السده ما يبقى هكا مسدود ديما، يعني الا ما كانش حل في هاد القضيه خلاص راه ما تحلش. نعم نعم. واسمحوا لي بزاف. اذا كتشوفوا واخا نعطيك عمي الحاج، اذا كتشاهدوا كيجيو كيبغيو يدخلوا بطبيعه الحال، الابواب مغلقه الى حدود الى حين تسويه الاوضاع ديالهم. هما كيطالبوا بتسويه الاوضاع ديالهم الماديه، لان حنا غنخدموا ولكن ما مخلصينش. في نظركم كيفاش خاص التعامل مع هذه القضيه؟ وحنا معكم انتم الالاف ديال المغاربه اللي كتابعونا في هذا البث المباشر، كيف يجب معالجه مثل هذه الملفات؟ فبطبيعه الحال هم كينتظروا حل سريع بدون تاخر، لان عندما يتعلق الامر ب يعني بالعيش الكريم، كيفاش غيمكن لك لانك تخدم وما كتخلصش؟ واكيد انا شهاده لله هاد العمال هادو كاملين، كنا كنجيو نصوروا الحديقه وكانوا صراحه كيقوموا واحد العمل جبار. اللي واقف في الباب هاد الشريف هذا كنت كنجي كنلقاه واقف في الباب، الله يعمرها دار زعما صراحه الله. الناس كيعتزوا وكيفتخروا به، لانه ولد الشعب مقاتل على راسه، دراري كاملين كلهم باسمه داخل، كل واحد داير خدمته. صراحه اخلاق عاليه، الناس كيحترموهم وكيقدروا الزوار اللي كيجيو، ما كاين حتى شي شكوى عليهم زعما صراحه الله. اذا كتشوفوا احد العمال يغادر بطبيعه الحال في هذه الاثناء كما كتشاهدوا، وكيعاودوا بطبيعه الحال يديروا القفل من اجل يعني الاحتجاج بهذه الطريقه هذه. يقولون ننتظر فقط حل يعني مستعجل من اجل صرف المستحقات ديالنا، لاننا حنا خدمنا بعرق كتافنا وبجبيننا، فخاصنا نتخلصوا وما نبقاوش كننتظروا. خويا العزيز تحياتي تبارك الله عليك بخير. هذه الله يرحم الوالدين. عندنا عامين. عامين. وهذه الجرده هذه؟ عامين وانا هنا على الساس هذه ثلاث شهور هذه ما عطوني ساريه. ثلاث شهور؟ ثلاث شهور. نعم. عييت مع هاد الناس نديروا معاهم مساعدة نصبروا معاهم، قالوا ما بغاوش يديروا معنا شي حل كاع هاد الناس هذ. نعم. ثلاث شهور هذه بالحساب دابا ما عطيني ساريه، بهذا الشهر اللي غادي يكمل. نعم. وعلى اساس انا بالليل. نعم. خدام معاهم ليل ونهار هنا مع هاد الناس هذ. نعم. شكرا لك. الله يجازيك بخير، الله يرحم لك الوالدين. شحال عندك وليدات اسيدي؟ عندي اربعه الوليدات. اربعه الوليدات. اه. واخا كيفاش رجع شي شويه اللور، عيش شويه هاكا، رجع عندك الميكرو، كيفاش داير عايش دابا انت ما تخلصتيش هذه ثلاث شهور، كيفاش عايش؟ واخا كنضباني وصافي، كنسلف والكريدي من الحانوت من هنا والكريدي من هنا وصافي. غير كريدي، والله ما عدا كريديات، كلها كريديات. عييتي صابر صافي. عييت صابر، والله إلا مليت بالله هذه الحالة مع هاد الناس. نعم. شفتي ربما افتتاح ديال المشروع قلتي صافي. اه. دابا هذه عرفتي دابا عامين وأنا هنا معاهم الليل والنهار، ديما معاهم هنا. نعم. هذه كلمه كتمشي دابا قرب عندك 3 شهور دابا هذه بالحساب ما عطاوني سريه. نعم 3 شهور هذه عطاوني حتى شي حاجه، عييت ندير معاهم مساعده نصبروا معاهم، والو ما كاين ما داروا معنا حتى شي حد. نعم. الناس والو ما عرف شنو هو الحل ديالها ما نعرف. الله يجازيك بخير، الله يرحم والديك. واخا كيفاش جاتكم الفكره لانكم شدوا الابواب؟ وي صافي، حنا قلنا هاد الناس هادو صافي الشركه سالت واقيلا زادت بحالها كاع. نعم. ما بقاوش كيفكروا فينا، يمكن زادوا بحالهم كاع. نعم. هذا هو اللي غتقول انت كاين. واخا شكرا سيدي، شكرا. عمي الحاج كي داير عمي الحاج؟ شويه لاباس عليك، واش عارف عمرك عمي الحاج؟ والحاج اه 58. شحال؟ شي 58. الله يطول في عمرك، الله يخليك بركة. السلام عليكم. كيفاش هكا نخدم هاد الحاج اللي يتكرف بحال هكا؟ هادي 6 شهور وانا خدام هنا في هاد الشركة، واخا كنخدم جاردينيي. و شويه لور عمي الحاج باش اه او حنا ديما كنتسناو الخلاص نهار على خوه وشهر على شهر، ما كيجينا والو الا بعض الا واحد العدد صغير باش كننالو لقمه العيش. راه ماشي باش نخلصوا الكرا، ومول الكرا هذه ثلاثه المرات هو كيخرجني من الكرا ويرغب. اه هو كيرغبوه الناس باش يرجعني وكيرجعني. ودابا حنا مازالين في نفس الطريقة. الضو الماء مجموعة علينا 5 شهور هذه ما خلصناش الضو الماء. راه لا راضيف غادية تجي تحيد لينا الماء والضو. مول الكرا غادي خرجنا من الكرا، الماكلة ما كناكلوش في رمضان هذا، ما كنلقاو حتى 2 دراهم باش نشريو المسمن. الناس كتبرع كيف ما بغات، وكل واحد كيتبرع كيف ما بغى على جيمو، وحنايا
كنبقاو نتفرجوا، حنا من الناس اللي كيتفرجوا. وكنطلبوا من هذا الحال، كنطلبوا من السيد الوالي والعمران. ما نقولوش غير سميه الشركه، ما تقوليش لا 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 شركه، لا انا عارف لك شركه. كنطلبوا من السيد الوالي يقاد لنا الامور في اقرب وقت، لان الى وصل هذا الشهر هذا غادي يترموا الحوايج ديالنا برا، وحنا ما غنلقاوش باش نكملوا رمضان. ولهذا سدت هذه الابواب هذه باش هاد المسؤولين يتعاملوا مع الشركه، يعطيوها الفلوس ديالها باش تخلصنا حنايا، باش نلقاو حنايا باش نخلصوا الناس اخرين. اذا المتابعين كما كتشاهدوا معنا، جاوا الناس ديال المدارس باش يدخلوا، كيلقاو الحديقه مغلقه. اذا كتشاهدوا معنا، نحاولوا لاننا نشوفوا واش هكا ربما هاوما جابوا باش يدخلوا للحديقه فكيلقاوها مغلقه بسبب هذا الاشكال اللي وقع. فالكل هنا بطبيعه الحال اللي عنده 18 عام، شكون عنده 18 عام؟ صافي هاكا خويا ما تضحكش. لا والو ما كاينش الضحك. واخا جيتي لهنا باش تدخل للحديقه شنو لقيت؟ لقينا هذا الباب مسدود ما نعرف علاش. واخا شحال منكم كتجيو لهنا؟ كنجيو ديما كل نهار كنجيو لهنايا. شنو كدير؟ كتخدم هنا؟ شنو كدير؟ ما كنجيو هنا نتلفوا شويه ديال الوقت. وكان دابا جيتو كتسوا؟ كنجينا لقينا مسدوده ما نعرف علاش. واخا خويا شكرا جزيلا. كما كتشوفوا الدراري كلهم كيجيو للحديقه قرب عند الميكرو. انا نراجع هذا النهار كنشوفوا جيت لهنا معلم باش نحفظوا حتى حنايا ونقراو على راسنا. لقينا هاد البيبان مسدودين، وكيفاش هادشي هذا؟ واش ما كيخلصوش هاد الناس هادو؟ هاد الناس هادو خدامين على ولادهم. هنا قال لي عنده ثلاثة د الولاد ولا أربعة خدام عليهم، خصو باش يصرف عليهم باش يكسيهم رمضان هذا والعيد قرب. فيهم ساكن كاين اللي شهور ما مخلصش. ولا ياخذ له حق، لا ياخذ له حق في هادشي هذا. إذا كتشوفوا أنتم الشباب أبناء المدرسة كلهم عندهم 18 عام، باش من هاد الدراري كلهم راه سولتهم كلهم عندهم 18 عام، ها هما كيجيو رحلات مدرسية. كيجيو بطبيعة الحال من أجل يعني يجيبوا يعني من المدارس هنا المجاورة فاس كيجيبوا كيجيبوهم للحديقة، لأن الفضاء جميل ومميز. الله يعطي الصحة الناس اللي قاموا كانوا مشرفين. كان خاص غير يزيدوا شوية ديال لي طواليت، فهانتوما غيغادروا لقاوه. إذا غيغادروا ها؟ ياك المقاول المقاول ديالكم. واخا نحاولوا نشوفوا طبيعه الحال. واخا نشوفوا كتشاهدوا معنا، وحنا معنا في بث مباشر اكيد. اذا المقاول كيقولوا بان المقاول هو هنا، كيقولوا العمال بان راه المقاول كاين تما. حنا بغينا نتحدثوا معاه حتى هو يعطينا الراي ديالو. فالامر هنا صراحه غادي وكي كما كتشاهدوا. لذلك كتشاهدوا الانفعال ديال احد العمال بطبيعه الحال يطالب برزقه، هو معلم كيشتغل. دابا هضرت معاه قال لي كنتفرج من اللايفين على القحبه ديالي. اذا كتشاهدوا نحاولوا نبهدوا ما نسمعوش السبان. الله ينعس الشيطان، الله ينعس الشيطان، الله ينعس الشيطان، الله ينعس الشيطان، الله ينعس الشيطان. كتشاهدوا اذا متابعينا الكرام، فالمقاول المكلف او المسؤول للشركه فكان هنا، هو غادر دابا. مشى ياك مشى مشى واش مشى؟ اذا مشى. اذا حنا كنا بغينا نمشيو نسولوه فغادر، كان تمايا كما تشوف البث المباشر قبل قليل. بغينا نشوفوا الراي ديالو شنو بخصوص ربما ما يقع الان. راهم في الدوره. اذا ها هو نشوفوا يعطينا ها هو المقاول، ها هو في الدوره هنايا. الناس خدامين معاه في الشركه، هو كيطالب، هو كيطالب بالمستحقات ديالو غير باش نوضعوه. حنا راه ماشي طرف حنا. اذا لا ما تخسرش الهضره، لا وحنا في اللايف وما تخسرش الهضره، حنا في اللايف ما تصحصح. ودابا هو رمضان وكذا ما تخسرش الهضره، الله يحفظك. المهم انا غنطلع بحالي دابا. المعلم راه صافي يعني وصل لواحد الدرجه صافي، يا صابر. كتشوفوا الناس كانوا كيدخلوا كيخلقوها لداخل السعاده، فالان اللي كيجي كيبقى على برا، خاصه يعني كان الفضاء مفتوح للطلاب والتلميذات والتلاميذ. فهنا دابا الان هما خلقينها على برا، المهم عندهم ما يديروا، الحديقه راه مغلقه. ما عرفتش يعني هذا القرار غينعكس بشكل كبير، لان غيجيو الناس بزاف، لان هذه الحديقه كيقصدوها ساكنه العاصمه العلميه. انا نبين الفضاءات المميزه ديال المدينه. كتشوف يعني المعلم صافي خرج على السيطره، المعلم
المعلم ترمضان. معلم ترمضان. والمعلم. والمعلم. صافي. الله ينعس الشيطان. الله ينعس الشيطان. الله ينعس الشيطان. معلم معلم. المعلم ماشي. صافي. اه يا صافي المهم. ها انتم كتشاهدوا صافي. المعلم. صافي تكره لاقصى درجه. يعني تعصب على المسؤولين ولان مسكين راه خدم شحال هو هنا وهو كيشتغل. خويا العزيز ما تعصبش انت راك خليك زوين خليك زوين. والمعلم خليك زوين راك مزيان راك هضرتي مزيان. والله يصوب الله يصوب ربي معك ربي معك ربي معك. اذا كتشوفوا لا حول ولا قوه الا بالله. الله يحسن له العوان. يعني وصل لواحد الدرجه يعني حتى انه لربما احسن عوانه السيد اللي كيكون خدامه ما وخلاوي. خويا العزيز تريسيان راه هو نعم اسي بوشا تريسيان شوفوا واخا حتى هو ما مخلص حتى هو ما مخلص حتى واخا ممكن يدوز عنده من هنا كاع اذا غنمشي نشوفو كاين تريسيان واخا تريسيان حتى هو ما مخلص نشوفوه كما كيقولوا العمال فهذا الشيء زعما صراحه حديقه الاندلسيه بين الفضاءات المميزه اللي فتحات هنا في مدينه فاس اذا ها هو المقاول راه هو المقاول فينا راه نحاولوا نمشيو حتى عند المقاول ناخذوا معاه فأكيد هادشي كيطرح مجموعة من علامات الاستفهام، أجي نشوفوا هاد التريسيان اللي قالوا بأنه ما مخلصش، حنا دابا حنا لا نسحب مسؤولية ما يقال، باش نوضعكم في صريح العبارة، حنا نقول صوت المواطن وكل يتحمل مسؤوليته، حنا حق الرد راه مكفول للجميع، الشركة الأم اللي شادة المارشي ممكن لأنها تجاوب، كذلك حنا مع مصلحة المدينة كإعلام ينقل صوت المواطن أكيد واجب علينا لأننا كل كبير وصغير لأن فضاء مميز تحل وشد بهذه الطريقة شدوه يعني للحراس راه شوفوا شحال ديال الحارس فهنا مجموعة من علامات الاستفهام تطرح كيفاش؟ علاش؟ كيف؟ لماذا؟ متى؟ كيف؟ يعني مجموعة من الأسئلة خصنا نجاوبوا عليها شريف السلام عليكم شريف صافي إذا شريف ما غيهضرش إذا أنا صيفطوني عندك العمال ما بغيتيش نرجع لعندهم إذا الشريف هذه يتحفظ وحقه باش لانه يتحفظ ما يتحدثش غنرجع لعند العمال إذا كتشاهدوا هذه الباب ديالها الأولى كذلك كما كتشاهدوا معنا حتى هي مغلقة يعني ثلاثة ديال الأبواب كلهم غالقينهم ها انتم شاهدوا معنا متابعينا يعني الناس كيجيو راكم شفتوا قبل قليل الطلاب ديال المدارس لان هذا الفضاء مميز جدا كان فيه نافورات فيه عاد حلات عباد الله راه هذه ما كاملاش واحد 3 شهور واش شهر باش حلات عاد شهر هذه باش حلات وكنتفاجئوا دابا تواصلوا معنا بانهم مازال ما مخلصينش وبان يشتكون فهنا مجموعه من علامات استفهام تطرح كيف وقع ذلك مقاول اللي غنتحدثوا معاه اللي خدامين مع هاد العمال ديال الشركه اللي هو اصله هو بدوره شاد المارشي من عند جهه واحده اخرى على ما اعتقد بستوطري طونس فهو كذلك هي شفتوه بحال ما باغيش يهضر مشى تهدا كان قبيله هنايا الطوموبيل مشى رجع للور حتى دابا ما بقاش كيبان لنا حنا بغينا غير نوضحوا راه خاصو يوضح لنا هاد العمال هادو راه يشتغلون معاه في الشركه ديالو فخصو كذلك حتى هو يوضح حنا غنبقاو متبعين هذا الملف الى ان يتم ايجاد الحل اكيد لما حدث فانا كنعاود نشكر السيد والي مشكور راه داير حنا هذا اللايف هذا اكيد هذا اللايف هذا من اجل ايصال صوت المواطن ولكن السيد الوالي مشكور راه داير الدور ديالو والخدمه ديالو كما يجي في مجموعه من القطاعات هنا في مدينه فاس ولي اكيد لولا السيد الوالي كنشوفوا الان الفضائح اللي واقعين ديال مجموعه من المنتخبين اللي ملفات اللي اكيد معروضه امام القضاء واللي اكيد حنا كنامنوا بدور المؤسسه القضائيه في فك الشفرات ديالها اكيد والحكم حكم صادق على كل الناس اللي كانوا في ذاك الملفات هنا في مدينه فاس فالان السيد الوالي عطى انطلاقه مجموعه من المشاريع من بينهم هذه الحدائق واللي باركينغ فاكيد هاد الناس هادو كيطالبوا غير المستحقات ديالهم من عند الشركات المكلفه وكيناشدوا وكيستعطفوا السيد الوالي مشكور اكيد لانه متيقن فيه وعارفينه بانه كيشتغل فيناشدونه باش ربما يلقاو حل المشكل ديالهم متابعينا كان معكم مراسل قناه منصف بودري هنا من مدينه فاس من امام الحديقه الاندلسيه اللي رات النور مؤخرا احتجاج ديال العمال اكيد ديالها يطالبون بصرف المستحقات ديالهم شكرا متابعينا حياكم الله والسلام عليكم ورحمه الله.